بتنحرج. وبقكم قصة حدثت لرجل من أهل السعودية. والموقف هذا أحد الأخوة من جنوب السعودية تزوج واحدة فلسطينية من أهل الأردن عاشها في الأردن. تزوجها والحمد لله، يقول أخو زوجتي نسيبي. يسمونه سيلفي؟ سيلفي. طيب سيلفي مو تصور كاميرا؟ لا لا سيلفي. أوكي طيب. يقول نسيبي صهري على ما يقولون. فاجأني ليش ما تقول يا جماعة أنا قلت شيء غلط؟ لا سيلفي نسيبي عندهم. طيب خلينا نكمل سناب. هذا الأخ اللي من السعودية تزوج لواحدة فلسطينية من أهل الأردن، وبها رجل. وأهل الأردن معروف عنهم فضل من الله تعالى أهل مرجلة ودين ونشامة، وكل دولة فيها وفيها طبعا ما تخلى. يقول تفاجأت أن نسيبي جاني، أنا ما أخذ أختي، قالي معنا كمر بس بدي منك سلف، تسلفني قرض. قال أبشر. استحيت منه كم تقريبا طلب منه؟ والله أعلم كم، تقريبا 2000 ليرة، 2000 دينار أردني. ليرة عندكم دينار صح؟ إيه 2000 دينار أردني. يقولوا أعطيته. قال بس ظرف شهرين. يقول شهرين صارت يمكن سنتين. أطالب بالأخير قاعد يقول لي يا أخي ذبحتني خلاص، أديتني أزعجتني كلها 2000 ليرة. يعني ليرة عندهم يسمونها ليرة أهل الأردن، هي دينار يسمونها ليرة. الشاهد يقول بأخير جيت عند أبوه اللي هو عمي، قلت يا عمي أنا ولدك تسلف مني. تسلف منك من؟ قال ولدك فلان. وسلفته 2000 دينار أردني. ليش تسلف؟ الله يسامحك ابني هذا، الله يهداك، كذا كذا، ترى أنا والله ما عندي رجع لك وكذا. قال أنا صار سنتين أطلب بس ما أعطاني. قال لا راح يعطيك، منين يعطيك؟ مزعجنا مأذينا الله المستعان. يقول سبحان الله، قال يا ولدي والأب موقف رجل عشان حياة وموت. عندي أرض موجودة بين الزرقاء وبين عمان، أرض في خلع على ما يقولون، خذها حطها باسمك احتياطا. قال لا 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 يا ابن الحلال، قال ما تسوى حتى يمكن 500 دينار أردني. يا عمي يا عمي هذا الكلام أنا ذاك قبل. بالأخير أصر كاتب العدل وحط الأرض هذه باسمه. قال عوض ولا قطيع على ما يقول عندنا. فأخذ الأرض وحطها باسمه ورد. هو راح السعودية سبحان الله، ساءت أحواله ساءت أموره. يقول طحت في خط تحت خط الفقر، يعني حال الله أعلم بها. وتشور على زوجتي قالت لحظة، أبوي قبل يمكن 20 سنة ما أعطيك الأرض، روح شوفها يمكن الآن الأرض لها قيمة. قالي والله صح، والله شور طيب سبحان الله. يقول أنا نسيتها من 20 سنة ومن 25 سنة. ويطلع الرجال من جنوب المملكة ويركب الموتر ويروح طال عمرك. قال خلني أروح أسأل. وراح الأردن ودخل الأردن. الصدمة وين؟ يقول يوم دخلت الأردن ودور الأرض وعندي الأرض وعندي المخطط وطالع على المدينة كلها تغيرت، أرضي فاضية ما حولها شيء، أطالع على كل مباني بيوت وهذه عليها عمارتين بالمخطط، يبقى هذه أرضي عمارتين عليها. أروح حق المختار المنطقة وعنده شو تسمون عندكم؟ مختار، مختار المنطقة، مختار المنطقة، وأسأله قال وين هذه قبل 20 سنة وين؟ أصلا ما درينا عنك، توقع أنك أنت ما أدري رحت، الأرض راحت مباعت. شو مباعت؟ أنا عندي صك، صكك صح، بس اللي شراها الأرض هذه شراها بناء على صك، يعني فيها لفة. راح عند المحامي قال حبيبي 4000 دينار، عطني 4000 ليرة دينار أردني يعني وجيب حقك، عطني 4000 دينار أردني. قال بعطيك 5 بعد بس رد لي الأرض. راح عند كاتب العدل كذا والمحكمة والقضاء وكذا، القضاء إن شاء الله طيب، إن شاء الله أهل خير اللي موجودين في الأردن ورجال. راح المهم بالأخير يوم جاء قال فعلا أنت على حق، واللي شرى العمارة هو شاريها بناء على صك شرعي. يعني من 20 سنة الناس ظنوا ان هذا السعودي راح مات والارض ما لها احد، وصارت وضع يد وخذها واحد ولفوا، يعني قصة طويلة يبي لها يعني يفتح ملفات. فهذا اللي بنى عنده صك شرعي، وهذا الارض الصحيح رعيها، هذا هو الموجود السعودي. قالوا خلاص لحق ان ترى يهدم عمارة. فدخل بينهم رجل، اليس منكم رجل رشيد؟ هذا هو رجل رشيد الان موجود بينهم واحد منهم. قال فلان انا شرع عليك، بدأت هدم عمارتين، حالتك حالة، نعطيك على كل أرض دنم تسمونها دنم، إيه على كل متر تقريبا نعطيك قول تقريبا 10000 دينار. يوم حسبوها طلع على فوق المليون، أكثر من مليون ريال طلع على الحسبة على الأرض اللي هو يعني راحت عليه. هي حتى ما تسوى كم أصلا، ما تسوى حتى 5000 ريال، وطلعت لها بقيمة الأرض فوق المليون ريال. يا جماعة لما تعطي، أنا أدري خاصة الأقارب
يعني تتألم انك تعطي اقرب الناس لك، ودك انك تعطي، لكن في مقول يقولون اتقي شر من احسنت اليه، هذا وامثاله ما يعطلون عطائنا لاهل الخير اللي عنده. انا والله ما عندي، بعض الناس للاسف يتسلف ويعطي. وعارف واحد من جماعتنا من نسابتنا توفي، واتصلوا علي وقالوا لي ترى فلان عليه دين. قلت مستحيل. واحد قالت بلا، عياله دقين علي قالوا فلان عليه دين. قلت رجع عنده خير واسأل. قال الله ابونا دينه دين كرم ومرجله، والله انه يتسلف. لو جاه الواحد نصاه وقال له عندك سلف، قال انا ولدك يا فلان، انا اخو فهيد، انا اخو نوره، يفز الرجال مرجله ويتسلف ويعطي. قال ما رد احد. يقول ابوي والله لازم ابوي يعني الديون اللي عليه كلها كرم ومرجله، نعم الرجل. طبعا ما ودك واحد ان يتسلف هم الدين. يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول مطل الغني ظلم. اذا واحد يطلبك واحد عليه يعني سلفك، ولا واحد يا اخي ادري امانتي لاهلها، شلون تموت انت وعليك دين؟ لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على واحد عليه دين، قال صلى على صاحبكم عليه دينارين ذهب. دينارين يا رجع عنده خير، مو ترى جديد كذا، مو شغلك عنده خير ولا ما عنده خير. ان كان فيك الخيريه ادي الامانه لاهلها. ربي يعوض هذا الانسان، عسى ربي يعوض كل شاب يسمعنا، كل اخت تسمعنا، وكل واحد محتاج يسمعنا. جاء ربي يعني يهدي كل من سلفناهم واللي ما شفناهم. وصارت لي انا مواقف اقول لكم اياها بعدين، لكن المثل الفائز اللي هو الثاني، لا هم مثل هم الدين ولا عوار مثل عوار عين. نعم الضرس المه شديد، توني اليوم سويت عمليه ضرس، لكن هم الدين اعظم واشد. انسان عليه دين او يريد ان الله يقضي عنه دينه يتق الله ويجتهد في الدعاء، كما راى النبي عليه الصلاه والسلام رجل من الصحابه قد انزوى وجالس في زاويه المسجد، قال ما اصاب، قال يا رسول الله زادت عليه الديون والهموم، قال اللهم نعذك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبه الدين وقهر الرجال. من قال هذا الدعاء قضى الله عنه دينه، تقوله بيقين، مو ساحب على الناس ولا بقول الدعاء، لا، في يقين وفي عمل في هذا الشيء. نرحب بأخونا القطري.